بس، واخش على طبق شوربه يطلع معايا في دقائق معدوده. شوربه الصياديه بتتعمل ازاي؟ نبص عليها كده. شوربه الصياديه، فاكرين الزيت اللي حمرت فيه السمك من دقائق معدوده مرت علينا؟ اهو باخد منه معلقه. حلو، يهمني ده. وفي الطاسة أو في الحلة على النار، وهزودهم بمعلقة زبدة صغيرة. ده بالنسبة لشوربة الصيادية. حلو الكلام؟ زي الفل. وهنزل هنا ببصل كتير، اللي هو البصل بتاع الشوربة. زي الفل. بصل، طماطم كتير، ونقلب دول مع بعض بمعلقة خشب. الشوربة طلعت، وهتطلع مع الكبسة بإذن الله. الشوربة البصل ده كده سيبه يتحمر على النار، ولازم البصل ياخد لون بالشكل ده كده، وعشان البصل ده ياخد لون بسرعه معاكي وما ضيعش وقت وياخد وقت كبير في مطبخك، هي معلقه نشا صغيره هحطها على وشه، هيطلع معايا في دقائق معدوده. اهي معلقه نشا صغيره، هتلعب زي في مثل بيقول لك نضرب عصفورين بحجر. حلو الكلام. معلقه النشا على البصلايه بالشكل ده كده في شوربه السي فود او شوربه الصيادية هتدي قوام للشوربة، وكمان البصلية تتحمر معايا بسرعة. وهنقلب دول مع بعض. على النار. هتلاقي البصلية دي على طول طلعت دلوقتي. معلقة دقيق أو معلقة نشا. أنا حطيت نشا عشان تبقى خفيفة على المعدة، وما نتلكمش من أول معلقة والتانية، وما ناكلش بقية الأكل اللي على السفرة. فيفضل إنك لما تربط الشوربة أو تديها قوام معلقة نشا. وممكن لا ده ولا ده، بطاطسية مسلوقة في قلب الشوربة، هتديك القوام اللي أنت عايزاه. شوف البصلية بدأت تاخد لون ازاي وتتحمر. زي الفل كده، واسيبها وانساها شوية. تعالوا مع بعض الشوربة بتاعتي اخبارها ايه. حمرت بصلاية، عندي صوص طماطم، عندي التوم مش هتحط دلوقتي، التوم مش هحطه دلوقتي خالص. الشوربة اهي خلاص اتولدت اهي، واسيب الصوص ده كده يغلى على النار. انا ما حمرتش التوم هنا، دي المدرسة بتاعتي. التوم هيتحط ني في قلب الشوربة، يوم يحيي السمك اللي هو مجمد ده كده، ويشيل اي زفارة. شفت شويه الشوربه دول؟ زي الفل. وازود دول كمان عليهم زي، واشيل ده من هنا كله. واحط الكزبره الخضراء بتاعتي. ادي السمك الفيليه باخده كده، ده اللي هيتعمل صياديه. اتبلها كده وانا واقف شغال اهوت بشويه التوابل بتاعتي، هي التوابل يا عم الشيف، واحنا مع بعض كده اهوت. شويه كركم، السمكه كده عشان الانسجه بتاعتها، كركم، فلفله حلوه، فلفل، ملح، شوية شمر حلوين. الشمر دايما صديق للسمك. كل دول مع بعض واقلبهم كده. السمكة خدت لون اهي. ده سمك فيليه قشر بياض. الأنسجة بتاعت السمكة شربت التوابل. وعندي صوص اللي هي الشوربة، بصل وطماطم على النار. واخد فص توم محترم كده. ركزوا في الشوربة دي عشان تعمليها شوربة صحية، بما ان احنا في الشهر الكريم محتاجين برضو يوم حتى في اكله السمك يبقى فيها حاجه صحيه كده. الشوربه دي صحيه من الدرجه الاولى. شفت السمك الفيليه اهو تاني، عملت ايه يا عم الشيف؟ دي المدرسه. تبلت السمك بالتوابل اللي شفناها مع حضراتكم، اللي هو التوابل اللي هو الشمر والملح والفلفل وشويه كمون، شويه كزبره، شويه بابريكا، كل ده مع بعضه. وما نسيتش طبعا ان انا احط شويه كركم علشان تاخد لون، والثوم الطازه. ما حمرتش الثوم مع البصله بتاعه الطماطم. هسيب ده كله مع النار، هنا الصوص بتاعي بيغلي او الشوربه بتغلي، اللي هي الطماطم مع البصل مع الكزبره، هغطيها عشان تغلي بسرعه. بمجرد ما تغلي بنزل بالسمك ده في قلبيها، كده خلصت الشوربه. بمجرد دي ما تغلي هنزل بالسمك ده في قلبيها. ومقادير الشوربه على الشاشه، سمك فيليه تبلته وحضرته بالشكل ده كده، وعند الشوربه على النار اللي هي طماطم وبصل، بصل اتحمر، وكزبره خضراء، وتوم. ولكن التكنيك والاعداد مختلف. التوم ني هنا مع التوابل، والصلصه هنا بتغلي على النار. بمجرد ما بتغلي بتنزل بده كده. الشوربه اخبارها ايه؟ ايه الدنيا؟ بص على السمك بقى وشوف الشوربه بتاعتها هتكمل مسارها ازاي. ادي السمك بتاعي هنا يا شباب. انا هنا. اللهم صل على النبي. شوربه الصياديه خلصت. في قلب الشوربه وهي بتغلي، التومه نيه مع السمكه نازله، الاتنين نازلين مع بعض يشوفوا ايه الحكايه في البحر ده، البحر بتاع الصياد اللي هو بصل وطماطم وكزبره. بدات تغلى. دي شوربه الصياديه على طريقه الشيف المباشر. القوام هنا معلقه النشا اللي انا حطيتها مع البصله وهي بتتحمر، فمديالي لصوص الطماطم قوام كده وشخصيه. اغطيها واسيبها على جنب لغايه لما المغرب ياذن، واشربي احلى شوربه صياديه اتعملت في اقل من دقيقه، اسهل من عمايل الشاي.
نوطي النار زي الفل. حلو الكلام. نخش على الشوربه بنفس الترتيب. نشيل الشوربه كده نحطها هنا. الله، شوربه الصياديه الجميله الحلوه زي ما هي كده. ايه الاخبار؟ لا شوف السمك نازل ازاي سليم. يا نعم، سؤال من الكنترول، ينفع يا شيف مغازي نعمل الصيادين باي نوع سمك؟ باي نوع سمك، بس يفضل اللي هو برضو قليل الحسك او الشوك. الشوك او الحسك الاسم واحد، بس عشان اخواننا اللي في الخليج وفي الشام يعرفوا ان الحسك هو الشوك، واحنا في مصر عارفين كده ان هو الشوك. يفضل طبعا ليه؟ علشان في اطفال في كبار السن يشربوا منها، والشوربه دي طبعا فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. بس اللي انا عاملها النهارده شوربه صحيه من الدرجه الاولى. خلي بالك، عندك مشاكل مع السمك، حموضه، ايا كان، اشربوا من الشوربه دي على مسؤوليتي. وانا في الفاصل الاولاني للامانه حاطط معلقه سكر على الشوربه دي علشان الحموضه بتاعه الطماطم. هشيل دي من هنا وخلاص، دي الشوربه بتاعتي.